أروع العادات التي تسعى بيت رواية إلى إدراجها في المنظومة الثقافية الحديثة في مدينة الثقافة هو تلك اللحظات التي تقدم فيها الكتب، وفي نفس الوقت يقوم الكاتب بإمضاء وتوقيع روايته أو أعماله، وهي سنة يحسن دائما أن تكون موجودة لأن لها آثار كبيرة في المسيرة الثقافية في عصرنا في تونس بصفة أخص. ما سأقوم به في هذا اللقاء في هذه اللحظات الجميلة للتوقيع هو أن أقدم رواية قهوة إكسبريس للأديبة التونسية المتجددة دوما حافظة قارة بيبان. لعل الدارس لهذا الكتاب يتوصل إلى ما يلي باختصار شديد في هذه المجموعة القصصية التي تشمل قهوة إكسبريس، تشمل 12 قصة، يعني هي أشهر تتبع حياة الإنسان في تونس، ونلحظ أنها تجعل من بطل هذه القصص تجعله تلك الشخصية التي تقف في العتبة. هو إذن ينظر إلى الداخل من ناحية وعين أخرى على الخارج، ولكنه في هذا الموقف الذي نستطيع أن نقول أنه في الوسط هو في الحقيقة يبدو وكأنه لا يأخذ موقف من الأحداث التي تقع، ولكنه في الحقيقة يختزن هذه الأحداث لكي يتوصل في الأخير إلى اتخاذ الموقف السليم، وهو الموقف الذي يمكن أن نصفه بصفة عامة بالتعادلية، أي أنه لا ينظر إلى الأشياء بمنظار الأبيض فقط أو الأسود فقط، وإنما يجمع بينهما. والحياة في الحقيقة في حد ذاتها هي هذا الجمع بين الخير والشر، بين الملاك والشيطان إن شئنا، بين الموقف الإيجابي والموقف السلبي، لكننا أمام بطل يصارع الحياة